ومشاهدين لإلقاء المزيد من الضوء على الاقتصاد العالمي وأسواق السلع ينضم إلينا عبر تيمز من دبي السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي. أهلا بك سيد رائد، وبداية يعني حالة الترقب التي تسود الأسواق انتظارا لبيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي اليوم ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي غدا، ما هو التأثير المتوقع لهذه البيانات على الأسواق؟ أهلا بكم. طبعا نحن قد حصلنا على بيانات الناتج المحلي الإجمالي منذ قليل وصدرت بإظهار نمو 1.4% أقل من التوقعات حقيقة، أو عفوا 1.6% أقل من أعلى من التوقعات عند 1.4، ولكنها أقل من قراءة النمو عن الربع السابق التي كانت فوق 3%، وهذا يعتبر إذعانا بأن الاقتصاد الأمريكي في قراءته لعن الناتج المحلي الإجمالي بدأ يظهر الضعف حقيقة في معدلات النمو بالاقتصاد الأمريكي، وهذا نتيجة البقاء على أسعار فائدة مرتفعة لفترة طويلة بلا شك رح تتضرر عندي الأعمال التجارية، وهذا يظهر من خلال هذه القراءة، ولكن القراءة جاءت أعلى من التوقعات بشكل طفيف، وهذا نوعا ما سبب قوة في الأسواق إجمالا، لكن الشكل العام لا يزال قائم قراءة أقل من يعني من القراءة السابقة بشكل واضح وكبير، أظهرتها يعني هذا بلا شك ضعف في الدولار الأمريكي وضرورة أن يكون هناك تبني لأسعار فائدة أقل. ما ننتظره يوم غد هو الكور بي سي إي أو قراءة البي سي إي العامة كذلك الأمر، وهو الإنفاق الشخصي الاستهلاكي، قراءة مهمة جدا تعتبر أحد المقاييس المهمة التي ينظر إليها الفيدرال الأمريكي في تقييمه للوضع الاقتصادي ولمستويات التضخم. القراءة قد تشكل عاملا إضافيا أمام الفيدرالي للنظر بأن يكون هناك تقليص لأسعار الفائدة، خصوصا إذا ما جاءت القراءة أقل من التوقعات أو على الأقل موافقة للتوقعات، وتظهر بذلك اقترابنا أكثر من المستهدفات عند 2% كمستويات تضخم. اقترابنا أكثر من المستويات المستهدفة، هذا يعني أن الفيدرالي سوف يتجه إلى تقليص لأسعار الفائدة ربما في وقت قريب، إن كان هناك فسحة في شهر سبتمبر لبدء التقليص، هذا يعني يعطي أولوية أنه ممكن نشوف بنوفمبر هذا العام تقليص آخر لأسعار الفائدة، وذلك سوف يكون إفراط نوعا ما بالإيجابية والتفاؤل، لأنه آخر تقييم كان من أعضاء الفيدرال الأمريكي بأن هناك تقليص واحد لهذا العام، ولكن لا ننسى أنه بدأنا العام بثلاث تقليصات، الآن تم تخفيضها إلى تقليص واحد، ربما تعود الإمكانية لتقليص إضافي إذا ما جاءت بيانات التضخم بقراءات أقل، وخصوصا قراءة الانفاق الشخصي الاستهلاكي لأنه يعتبر من أهم المؤشرات التي ينظر إليها الفيدرال الأمريكي. نعم أستاذ رائد، يعني خلال الفترة الماضية رأينا حماس لدى المستثمرين تجاه أسهم قطاع التكنولوجيا، برأيك يعني هل هدأ هذا الحماس؟ حقيقة نحن شفنا موجة جني أرباح واضحة في قطاع التكنولوجيا، شفناها على نوفيديا بعد عملية السبلت أو التقسيم التي جرت على السهم بعشرة لواحد، وبالتالي كان هناك الآن السهم تقريبا يتراوح عند 126، وهو كان أحد العوامل الرئيسية في دفع الركب بالمخاطرة من قبل المستثمرين، ولكن الهايب أو الطفرة اللي موجودة عندنا وهي الذكاء الاصطناعي لا تزال تسيطر على أداء المستثمرين وعلى توجهاتهم، ولا تزال تعطي تأثيرا إيجابيا على قطاع التكنولوجيا، بالتالي التصحيح اللي شفناه في قطاع التكنولوجيا وبالناسداك أو مؤشر الناسداك وهو الذي يعبر نوعا ما عن هذا القطاع في الولايات المتحدة الأمريكية، هو تصحيح ناجم عن عملية جني أرباح، وفي نفس الوقت بعض المخاوف من قبل المستثمرين أنه تم تقييم هذا القطاع بأعلى من قيمته الفعلية أو العادلة،
إن صح التعبير، وهناك بعد نوعا ما ما بين الفير فاليو والماركت فاليو، بالتالي حجم من رغبة المخاطرة من قبل المستثمرين. وما ننسى أيضا اقترابنا من الصيف، نوعا ما يبتعد المستثمرون في هذه الفترة، ولكن نؤكد أنه حتى الآن مقومات استمرار الاتجاه الصاعد على هذا القطاع، خصوصا مع كل خطوط الإنتاج الجديدة التي قامت فيها انفيديا وAMD فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي وتصنيع الرقاقات الذكية. أعتقد مستمر هذا النهج وهذا النمط، وبالتالي ممكن نشوف أداء أفضل. ربما كان في عندي disappointment أو إحباط نوعا ما بنتيجة إعلان المبيعات ولكن الأخيرة للشركات مثل نفيديا وطبعا ماكرون، ولكن نراها أنها متوافقة حقيقة مع مستقبل إيجابي أكثر في هذا القطاع، ويعزز من الرغبة بالمخاطرة قبل المستثمرين. ربما نراها مرة أخرى تعود بشكل أقوى في نهاية الأسابيع الأخيرة من خلينا نقول جولاي الشهر القادم، ربما في النصف الثاني من الشهر القادم راح نشوف أداء أفضل على قطاع أسهم التكنولوجيا. أستاذ رائد، يعني إذا ما انتقلنا إلى اليابان والين الذي يتراجع لمستويات تاريخية، هل تتوقع تدخل السلطات؟ يعني كان في عندنا تصريحات واضحة من قبل بعض الأعضاء الذي لم يكشفوا أسمائهم مع التقارير، الذين قاموا بالإشراف على التقارير الأخيرة من البنك المركزي الياباني، تظهر بشكل واضح أنه أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة الأمريكية كانت سببا رئيسيا بأن يضغط ذلك على الاقتصاد الياباني وعلى الين الياباني على وجه التحديد. وعمليات التدخل من البنك المركزي الياباني ربما تزداد شراكة إن صح التعبير في الفترة القادمة. ولكن إذا بنرجع بتاريخ بعض الشيء إلى الخلف، نحن شفنا عمليات تدخل واضحة من قبل البنك المركزي الياباني، وهي الانترفنشنز ما ساهمت بشكل كبير بأن يكون في عندي استقرار أو بقاء للين الياباني عند مستويات أدنى، فسرعان ما عاد مرة أخرى للتداول فوق مستويات 160. ربما سوف يحتاجون إلى تدخلات أكبر، ولكن سوف نشهد 163 قبل ذلك. نعم أستاذ رائد، سنتابع ذلك بالتأكيد خلال قادم الأيام. سيد رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي، شكرا جزيلا لك. شكرا.